السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في الدرس السابق اكتشفت انه هذا الحكي ما كانش مبين لتحت، فاللي هو انا بحب اذكركم فيه اللي import star as any from header.js، اللي هو يعني انا بكون عندي كثير اشياء معمولها export، وانا باجي بستقبلها في ايش، باجي بحكي له star as any، فبصير استخدم الاشي اللي انا عامل له هيك من خلال any، فباجي بحكي له any dot الاشي اللي انا عامل له اكسبورت. مثال على هذا الحكي، خلينا نيجي هون بس نشوف الماث جي اس. لو نشوف get started، شوف شو بحكي لك هون في الاي اس 6، بحكي لك import star as math. فهون ايش انت مسميه math، تقدر تسميه اللي بدك اياه from math جي اس، بعدين تحكي له الاسم هذا اللي هو as a object عندك dot الفانكشن او الاشي اللي انت بدك اياه، مثلا دوت اس كيو ار تي اللي هو المربع، تمام؟ يعني مثلا طلع هون مثلا ماث دوت راوند، ماث دوت لوج، ماث دوت باو، ماث دوت ايفل. اوكي، فتمام، اذا فهمنا ايش قصدي هون. طيب خلينا نروح هلا على فكرة الكلاسز. الكلاسز هي عبارة عن اشي بقدر انا اوصفه في افعال، عنده افعال، عنده فانكشن، وعنده مواصفات، تمام؟ يعني زي انا مثلا كان انسان، انا بنوصف في شخص، تمام؟ الشخص هذا له اسم، طول، وزن، عمر، كل اشي، تمام؟ ونفس الوقت له اكشنز، له افعال، ايش بسوي؟ يعني بوكل، بحكي، بسمع، بشرب، بسوي كثير اشياء، تمام؟ فنفس الاشي عندنا مثلا السيارة. السيارة بقدر أنا أوصفها في هي عبارة عن كلاس. هلا هذا الحكي إحنا في البرمجة بنوصفه هيك. أنا قال لها مثلا كيف بدي أمثل السيارة في البرمجة، بمثلها عن طريق كلاس. لو جيت حكيت له مثلا كلاس كار، كلاس الكار باجي بحكي له كونستراكتور. الكونستراكتور هذا عبارة عن فانكشن بيجي أنا بكتبه لما أعمل كلاس، عشان هو فانكشن هاي بتتنفذ اول ما يشتغل الكلاس، تمام؟ فانا بحط فيه الفاريابلز اللي بدي اياها، فباجي بحكي له this dot name. النيم اللي عندي مثلا خليني اجي احكي له this dot، لا شو النيم، احنا عندنا كار. اوكي، الكار اللي هي مثلا year، انا اجي احكي له 2018، انا احكي له this dot price يكون، خلينا نحكي له 30,000، نحكي له this dot color، خلينا نحكي له black. هلا عندنا مواصفات السيارة. السيارة مثلا عندها function على سبيل المثال stop، بتوقف، تمام؟ بالfunction هاي اعمل لي console dot log the car has been stopped. اوكي، هلا عندنا خلاص السيارة وقفت. لو اجيت هلا انا عملت رون، ما في راح يصير ايش عندي، ليش؟ لانه ما تنفذ. لو هلا كيف بدي انفذ الكلاس عندي، باجي بحكي له constant، بدي اجيب اعمل اوبجكت، اعمل نسخة من الكار، تمام؟ فباجي بحكي له مثلا مثلا بي ام دبليو مثلا، او اي اشي، ماي اوبجكت. اوكي، ماي اوبجكت مثلا، ماي اوبجكت اللي هو عبارة عن نيو، باجي بحكي له نيو انه انا بدي اعمل نسخة جديدة من ايش، من الكار. هل هاي الفانكشن، اوكي، هون مش بحكي له انا هيك، القوسين هاي اللي هي ايش، اللي هي الكونستراكتور. فانا اي اشي ببعت له هون ديتا، وين بتروح؟ في الكونستراكتور. خلينا هلا انا ايش بدي اجي احكي له، ماي، خلينا اجي احكي له كونسول دوت لوج ماي اوبجكت دوت. هلا انا عملت نسخة من الكار، فصار عندي اسمه ماي اوبجكت. فماي اوبجكت دوت
صار عندي انا هلا بقدر اوصل للير والبرايس والكالر والفانكشنز الموجودة. فلو اجيت حكيت له ستوب مثلا، اوكي جيت اعمل ترن، شو اعطاني هون؟ The car has been stopped. اعطاني undefined. ليش بحكي لي هيك؟ لانه انا حاطط console.log جوا، انا اصلا عامل console.log وحاطه جوا console.log، فخليني اشيلها احكي له run. فهلا لو اجيت انا عشان نوضح الصورة عملت run كمان مرة، فصار عندي ايش؟ The car has been stopped. طيب هلا عندنا خليني اجي، انا ما عندي بس سيارة واحدة، اوكي مثلا على سبيل المثال ايش حكيت له بكثير، بس هذا كونسول بلوج، اوكي my object dot year مش واصلها، اوكي undefined بيعطيني. ليش؟ لاني انا حكي له هون اوكي. طيب هل هو ليش بيعطي undefined اصلا؟ هل هو بيعطي undefined لانه لو تيجي constructor انا كتبها غلط عاكسهم بس يعني من السرعة، اوكي لانه احنا اصلا ما قربنا عليه، فهو اعتبرها فانكشن عادية ولا فيها اي مشكلة، تمام عادي. فانا هنا ايش بجي احكي له constructor، فلما اجي احكي له constructor ايش بيجيني هون؟ بيجي بحكي لي 2018. طيب خليني اجي احكي له هون ايش عنا ال price، عنا هون ايش ال color. حلو، اذا اوكي طيب عندنا هاد اول ايش اول اوبجكت. هلا انا ما بنفع اضلني انا اجي احكي له نفس المواصفات، المواصفات هاي لازم امررها، فلازم اجي احكي له ايش year، تكون اعمل اكثر من نسخة، ما بضبطش نسخة واحدة. انا عندي انا سيارة واحدة، لا عندي 1000 موديل، عندي 1000 سعر، عندي 1000 نوع، 1000 لون، 1000 اشي، فاجي بحكي له year. عندنا هون ايش البرايس وعندنا الكالر، بدل لي اياهم هدول كلهم بايش؟ بالير البرايس وبالكالر، تمام. هل لو اجي انا هون ايش عندي صار؟ لازم هل هون انا ابعتهم، لان الفانكشن هاي الديت اللي بكتبها هون بتنبعت تستقبل من هون، فباجي بحكي له الير اللي هي 2018، وفي عندنا هون ايش البرايس اللي هو مثلا 1 2 3 4، في عندنا مثلا الكالر عبارة عن بلاك، اعمل رن ولا في اي مشكلة. هلا لو اجي هون انا انسخ الكود هذا كلياته، بس بدل ما اجي احكي لهم اوبجكت عادي اجي احكي له اوبجكت 2، وعندنا هون 2017، عندنا هاي سعرها هيك مثلا اورنج، عندي سيارة تانية وين المشكلة؟ اوكي فبعمل run نفس الشيء راح يعطي ليش؟ لاني انا ما غيرت. خلينا نجح في الاوبجكت 2، اوبجكت 2 2 2 2، اوكي نعمل run. اذا اول سيارة اشتغل فانكشن تبعها 2018 20000، الثاني اشتغلت ولا فيها اي مشكلة. طيب هلا لو انا مثلا عندي السيارة هاي صح، خلينا نجي ناخذ مثال مثلا بيرسون، بس يعني نفس الشيء لو بدي اعمل مثلا بيرسون اوكي، واعمل ايش مبرمج من 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 الانسان بضبط، اعمل نجار من الانسان بضبط عادي، بقدر اعمل ايش هلا بشرح لكم كيف. مثلا هلا بدي اعمل مثلا مثلا خليني اجي احكي له كلاس، عندي كلاس بي ام دبليو، كلاس بي ام دبليو هو اكستنس من ايش من الكار. هل عندي انا هون شو يعني اكستنس؟ اكستنس معناها ورث لي كل، خليني اشيله هذا الاشي،
هلا بدي احكي لك شو يعني. لو اجي هلا على الكونستراكتور، اوكي، بدي ارد انا انسخ للسياره. طب البي ام دبليو هي عندها الها سنه، الها سعر، الها لون، اوكي، بدي انسخ هذا الحكي الموجود هون كله. فلا، شو باجي بسوي؟ بدل ما اجي احكي له الحكي هذا كله اللي موجود هون، بشيل هدول، بحط اذا بدي احط اشي جديد بحط جديد، اذا ما بدي بحكي له اكستنس. تمام. هلا البي ام دبليو هاي صار جواها ايش؟ كل اشي جوا الكار. هلا طول ما انا حكيت له اكستنس، يعني ورث لي، يعني انا البي ام دبليو ورث لي كل اشي من الكار. يعني كل اشي من الكار هو عبارة عن ايش؟ يعني البي ام دبليو هي اصلا سيارة، تمام، يعني الها functions ولها مواصفات. تمام. فانا باجي بحكي له هون ايش؟ constructor مثلا. بس ليش معطيني هون ايرور؟ انا ناسي اكتب السوبر. السوبر هاي لازم انا اكتبها اذا عملت extend. اذا ما عملت، شوفوا هيك، بدونها فيش ايرور، مع extend لازم اكتبها. تمام. فهي بتنفذ لي الكونستراكتور اللي فوق. حلو كثير. لو اجيت هلا انا صرت بدل ما بوصل من طريق الكار اعمل اوبجكت من الكار، بقدر اعمل اوبجكت من البي ام دبليو واوصل كل اشي من جوا الكار. هذا اللي بدي افهمكم اياه. تمام. لانه عندنا بالرياكت رح نستوعب اشي اسمه، رح ناخذ مفهوم اللي هو الاكستنس.